بسم الله، السلام عليكم. انا كنتمنى تكونوا في احسن حال. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الهلالات، واحد دواز اتاي ساهل وكيجي مقرمش، كيجي لذيذ وما فيهش بزاف ديال المكونات. غادي نبداو في المقادير. كاين واحد نص ربع ديال الزبده، من الاحسن تكون الزبده ديال العبار، الزبده ديال الاكل، ولا ما كانش ديروا الاخرى ديال لاباط. هو عندي نص ربع، يعني 125 غرام. عندي واحد الكاس ديال السنيده، ديما القياس ديال العنبه، كاس الكوك، كاس الزيت، واحد الرشيشه ديال الملح دائما في الحلوه. عندي هنايا واحد غادي نعبرها، عندي واحد نص معلقه صغيره ديال خميره الحلوه، هيا غنعبرها قدامكم. وعندي الكوك هنايا باش نفند الحلوه. غادي نبداو نديرو الزبده، نزيدو عليها السنيده، نزيد شويه الملح، غادي نخلطو هادشي. من الاحسن الزبده تكون بحراره المطبخ باش تسهل عليكم تخدموها. نقرب لكم باش تشوفوا. غنبقاو نخدمو هاد الزبدة، تتولي على شكل بوماد، خاصها تولي على شكل بوماد. المهم غنخلطها مزيان ونزيد عليها المقادير الاخرين. هي دابا خدمتها حتى ولات بوماد بحال هكا. غادي نزيدو عليها الزيت، كاس ديال الزيت، وغادي نزيدو داك كاس ديال الكوك اللي عندنا. نخلطو، هنا خلطت الخليط مزيان. كتشوفو غادي ناخد دابا هاديك الخميرة اللي عندنا، غنعبرها ونخطو نص معلقة صغيرة بحال هكا، نص معلقة صغيرة صافي. غنبقى نزيد لافارين ديالي الفرص شوية بشوية، خاص العجينة ما تكونش قاصحة. نبقى نزيد شوية بشوية ونشوف الدقيق ديما كيبقى على حسب الخليط. وقيلا ما قلتش لكم الدقيق في المقادير، ولكن راه ديما الدقيق كيبقى على حسب الخليط. غادي نجمع مزيان هذا الخليط حتى ينسجم عندي ويعطيني واحد العجينه رطبه. صافي دابا انا جمعت العجينه ديالي، ها هي ولات رطبه خفيفه. دابا غادي نبداو نشكلوها، غادي نديرو على شكل هلال. وعندي كما قلت لكم الكوك باش نفندو. وواحد الملاحظه، ما نكبروش الحلوه حيت فيها الخميره مازال غتكبر في الفران. غنديرو بحال هكا، غادي نفندوه في الكوك مزيان، وغادي نشدو نديرو ليه بحال هكا على شكل هلال. سهله صافي. غنبقاو غادي بحال هكا، نصغروها شويه. انا راه كبرتها شويه واقيلا، غادي نزيد نصغر. صافي بحال هكا دابا الجهد ديروا على شكل هلال بحال هكا. فرقوه بيدينا باش ما تجيش غليظه، حيت مازال غتنفخ وغتكبر. صافي غادي نكمل هنايا وندخلها نكمل ونوريكم كيفاش شكلتها، ونعاودو نديروها في الفران طيب ان شاء الله. صافي انا كملت دابا الحلوه ديالي، غادي ندخلها للفران. واحد الملاحظه، الفران لبغيتو الحلوه تجيكم لذيذه ومقرمشه من الداخل محمره، الفران خصو يكون على درجه حراره منخفضه،
باش الحلوة تطيب على خاطرها وتجي بنينة، ما تجيش محروقة وبيضة من الداخل. ديما خصكم تصبروا على الفران، ديروا حرارة منخفضة باش اي حلوة باش تطيب تعطيكم النتيجة مزيانة. ها هو دابا الحلوة طابت عندنا، ها هي كتعطي هذا الشكل هذا. هانتوما كيفاش كتجي، كتجي محمرة. خليتها تطيب على خاطرها، شتي كيفاش كيجي الهلال. هانتوما نقطع ليكم تشوفوا، شوف كيف كيجي، كتجي زوينة. وتجربوها تعجبكم ان شاء الله. واحد الملاحظة، راه جوج لاطاس بحال هكا خرجت لي، يعني كتخرج كمية معقولة، فيها غير نص رابع ديال الزبدة كتخرج جوج لاطاس بحال هكا. المهم الى عجبتكم الوصفة ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناة باش توصلوا ديما بجديد ان شاء الله.